الخطوه الاولى ونجاح المشروع ديال 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 الصعود واش هو مرتبط باسم هشام ايتمنى ولا مرتبط يعني بهذا النجاح ديال ديال الفريق؟ يعني يوم ما يمشي هشام ايتمنى نشوف المحمديه يعاني يعاني. شوف دون لي طاي اكطوال دي شوز ما كلبوش راسنا انه النجاح ما تعلق بيان ما كاينش شخص، ولكن كنتمنى باش من اللي غنقدروا نبنيو الفريق يقدر الفريق يخصو خاصو نورمالمون يستغنى عليا ويستغنى عن اي واحد. يعني باش نحققوا هذا باش تحقق هذا المشروع شنو خص باش ما يبقاش مرتبط بشخص؟ وهي دابا سي سكون نسيت بريباري اون بريباري لاسامبلي بور باش نقدروا ننشئوا الشركه اون اي لاكور ديال لي زاديرون بور لا كرياسيون دو لا سوسيتي اون اي لاكور من عند لي انفستيسور اللي غادي يساهموا في هذه الشركه اللي نورمالمون دوما دوفري جيري دو مانيير بلوس بيزنس كو اسوسياسيون اللي غادي نورمالمون تقدر تستغنى على اي واحد. ولكن يعني هذا سؤال ما مرتبطش بالمحمدي، واش كتشوف انه رغم اننا ممكن تحولوا انديه تحول شركات غيبقى هذا المشكل ديال الهوايه والمشاكل اللي كنعيشوها فضل يعني المشاكل اللي كتعاني منها كره القدم؟ لا بدا من بيريود دو ترانزيسيون راه غادي يكونوا المشاكل حتى في الشركات، راه الشركات ما غاديش يربحوا الفلوس، راه الشركات غدا غادي ياكلوا راس المال ديالهم، غادي يخصهم يدوفغ كونستيتيو راس المال ديالهم. راه ان دي بوين ان دي بلوز امبورطون اللي كاينين في لي ستاتيو ديال لا سوسيتي هو داك لو سوي مينيموم اللي ما تنزلش عليه لاسوسياسيون اللي هي 30%. غدا ما ربنا سي اون دو ريكونستيتيو الكابيتال الا لاسوسياسيون ما عندهاش الفلوس راه اون فايتخ دون اون سيتياسيون دو بلوكاج. راه هادي راه سي بارمي لي بوان اللي كون ايفوكا افيك لا فيديراسيون افيك المينيستير باش غدا اذا كان شي تعديل خص يتلقى حل لهذا المشكل. راه سي سور كو يوغا دي بروبليم، ولكن راه سي اون نو في با لو بروميي بون ما غاديش نوصلوا لدوك لي بروبليم. يعني الان انتم عندكم مستثمرين، عندكم عندنا مستثمرين، عندنا كل شيء. يعني واخا هو جديدنا يعني تاسيس الشركه الرياضيه، حنا موجودين يمكن كاع اكثر من شحال من فريق.